بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله نبدأ محاضرة Stress Analysis ME201، المحاضرة الثامنة، معكم الدكتور محمد عمر هندي. في المحاضرة الثامنة هندرس فيها حاجتين. هندرس فيها موضوع الباي اكسل ستريسز او الكومباوند ستريسز والمورز سيركل. قبل ما نبدا الباي اكسل ستريسز او الكومباوند ستريسز، هنتكلم على ازاي تحسب الستريس النشأة على مستوى مائل اذا كان في قضيب كروس سكشن بتاعه ايه ومتعرض لتنسايل لود قيمتها بي. المطلوب لو انا احسب قيمه الستريس النورمال على المقطع، هيبقى قيمه اللود بي على الكروس سكشن اريا وخلاص، ودي نورمال ستريس. اما اذا كنت انا هعملها على مستوى مايل زاوية سيتا بالنسبة للمحور بتاع القضيب، فهنشوف نحسبها ازاي. اولا اللود بي هينشأ عنه سيجما اكس، لان هو في اتجاه محور القضيب ونورمال على المقطع، يبقى احنا سيجما اكس احنا عارفينها اللي هي بي على الاي. طيب لو انا قطعت بقى مستوى مايل كده، المستوى ده ان ام او ام ان بمايل بزاوية سيتا على محور بتاع القضيب، قيمة الستريس اللي عندي هتبقى سيجما داش، ما هيش سيجما اكس. سيجما داش دي بيساوي اللود على الاريا المايلة دي. الاريا المايلة دي هي عبارة عن الاريا بتاعة القضيب الأصلية مقسومة على ساين سيتا. طيب قيمة السيجما داش ديت ما هيش نورمال على السطح المايل، فممكن نحللها الى سيجما وتاو. يبقى اذا سيجما داش نشأ عنها نوعين من الاستريس، نورمال استريس على السطح المايل وشير استريس موازي للسطح المايل اللي هي سيجما والتاو. طيب علشان نحسب السيجما والتاو اللي هو النورمال ستريس اللي على السطح المايل والشير ستريس اللي هو التاو على السطح المايل، فتعال نشوف هنحسبها ازاي. سيجما هتساوي سيجما داش ساين سيتا لان بعيد عن الزاوية سيتا، القريبة منها التاو، تاو بيساوي سيجما داش كوزاين سيتا. طيب يبقى السيجما هنشيل سيجما داش ونحط البي على A ساين سيتا مضروبة في ساين سيتا. طب البي على A ليه؟ سيجما إكس. فنقول يبقى سيجما إكس ساين سيتا في ساين سيتا، يبقى سيجما إكس في ساين تربيع سيتا. طيب والتاو برضو هتبقى سيجما إكس ساين سيتا بس في كوزاين سيتا. لو استخدمنا العلاقات المثلثية إن ساين تربيع سيتا بيساوي واحد ناقص كوزاين اتنين سيتا على اتنين، وساين سيتا كوزاين سيتا بيساوي ساين 2 سيتا على 2. هنحط القيم بتاعت الساين تربيع سيتا والساين سيتا كوزاين سيتا في مكانهم في المعادلة بتاعت سيجما وتاو، هيطلع لي السيجما بيساوي سيجما اكس في 1 ناقص كوزاين 2 سيتا على 2، والتاو بيساوي سيجما اكس في ساين 2 سيتا على 2. يبقى معلومية السيتا ومعلومية اللود والكروس سكشن بتاع القضيب على اي زاوية انت عايز تقدر تحسب النورمال ستريس والشير ستريس على السطح المائل. هناخد اكسرسايز على الحساب الستريسز اللي على اي سطح مائل في قضيب معرض لنورمال ستريس. فلو انا عندي قضيب كروس سكشن بتاعه 850 ملم مربع متأثر عليه قوة شد 60 كيلو نيوتن، احسب
كل من الفيرتيكال والشير ستريس اللي على زاوية 50 درجة من المحور القضيب أو محور الانكلينيشن على اللودينج دايركشن. طيب تاني حاجة بيقول لي الفيرتيكال والشير ستريس عند 45 درجة. لو حسبنا عند 45 درجة أنا عايزك تعلق على النتيجة وهتشوف إيه اللي هيطلع لك لما تعوض بزاوية سيتا قيمتها 45 على نفس حالة القضيب اللي في السؤال رقم 1. إذا كان عندنا عنصر متعرض لإجهادين أو أكتر في نفس الوقت في طريقة بنسميها دايرة مور، وبنقدر من خلالها نحسب الإجهادات الرئيسية اللي بتنتج من تأثير كافة الإجهادات اللي وقع على العنصر ده وكمان اتجاهها. في معادلات أصلا لحساب الإجهادات الرئيسية، دائرة مور بقى بتحولها إلى جراف، يعني نقدر من خلال الجراف ده أو الرسم ده بنقدر نحسب بدقة العلاقة بين الإجهادات العمودية والإجهادات الممسية اللي بتأثر على أي مستوى، يعني على أي زاوية في الجسم المعرض للإجهادات. دائرة مور كمان بتحسب أقصى أص يعني ماكسيمم شير ستريس والمينيمم شير ستريس والبرنسيبال ستريسز والزوايا بتاعتها أو زوايا الميل بتاعتها كمان على الجسم بتاعي اللي هو متعرض لإجهاد. لو أنا عندي عنصر اللي هو عنصر المربع اللي قدامنا ده ومتعرض لإجهادين عموديين سيجما إكس وسيجما واي وإجهادين أس تاو واي إكس وتاو إكس واي في الشكل اللي قدامنا ده، وتخيلنا أن احنا لفينا العنصر ده على زاوية قيمتها سيتا، المحور إكس واي محور إكس ومحور واي هيتحولوا إلى إكس واحد وواي واحد، وقيمة الإجهادات هتبقى سيجما إكس واحد وسيجما واي واحد، دول النورمال استرس على العنصر لما مال، وتاو إكس واي واحد وتاو واي إكس واحد. طيب قيمة سيجما إكس واحد بيساوي سيجما إكس زائد سيجما واي على 2 زائد سيجما إكس ناقص سيجما واي على 2 كوزين 2 سيتا زائد تاو إكس واي ساين 2 سيتا. تاو إكس واحد واي واحد بيساوي ناقص سيجما إكس ناقص واي على 2 ساين 2 سيتا زائد تاو إكس واي كوزين 2 سيتا. طيب دي بنسمي المعادلتين دول ترانسفورميشن إكويشنز أو ستريس ترانسفورميشن إكويشنز. دي بنقدر بعد كده نحسبها عن طريق دايرة مور بكل سهولة، إنما إثبات المعادلتين دول طبعا طويل جدا وصعب، فدايرة مور بتسهل علينا حساب القيم بتاعت النورمال ستريس والشير ستريس على أي زاوية ممكن احنا عايزينها. اذا احنا غيرنا الزاوية من 0 لغاية 360 درجة ايه اللي هيحصل؟ هنحصل على قيم لسيجما x1 وتاو x1 y1 ودي بنسميها بلين ستيت، ودي او بنسمي الناتج من القيم بتاعت سيجما x وتاو x y ستريس ستيت. طيب يبقى هنا انا عندي سيجما اكس 1 وتاو اكس 1 واي 1 دي فانكشن في الزاويه، ودي طبعا بتتاخد من الدايره اللي بتترسم او الرسم اللي بيمثل دايره مور. طيب انا عندي سيجما اكس 1 بتساوي القيمة اللي هي بتساوي سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 اللي هي الافرج يعني بتاعت سيجما اكس سيجما واي، وسيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 كوزين 2 سيتا زائد تاو اكس واي ساين سيتا.
طب لو ادينا سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 ليبل ماينس وديناها الناحيه الثانيه وعملنا اليمينيشن للسيتا وربعنا الطرفين هنحصل على الراديوس بتاع الدايره والافرج بتاعي اللي هو بتاع سيجما اكس زائد سيجما. لو احنا خدنا سيجما افرج اللي هو سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 والار سمينا الار اللي هو الراديوس بتاع الدايره هو الجذر التربيعي لسيجما اكس زائد سيجما واي على 2 لكل تربيع زائد تاو اكس واي تربيع وعوضنا بيهم في المعادله هيطلع لي سيجما اكس 1 ناقص سيجما افرج سكوير كل سكوير زائد تاو اكس 1 واي 1 سكوير يساوي ار سكوير. في الحقيقه دي الايكويشن اللي بنقدر نحدد بيها السنتر بتاع دايره مور اللي سيجما افريج والزيرو والراديوس اللي هو الار اللي هو الراديوس بتاع الدايره. انا عندي احنا قلنا السيجما افريج والراديوس والسيتا هي اللي بنقدر من خلالهم نرسم الدايرة بتاعت مور وانا عندي في محورين محور سيجما اكس 1 ومحور تاو اكس 1 واي 1 دول المحورين الاساسيين اللي عندي يبقى المحور الافقي هو سيجما اكس 1 والمحور الرأسي اللي هو تاو اكس 1 واي 1. طيب بحدد على المحور الافقي سيجما افريج وبحدد قيمة الراديوس وبرسم الدايرة. طيب على اي اتجاه بناخد الزاويه سيتا لو انا عايز قيم سيجما اكس 1 على زاويه معينه وتاو اكس 1 على زاويه على نفس الزاويه المعينه دي في الحقيقه بناخد الزاويه جوه الدايره دبل يعني بتبقى 2 سيتا وليس سيتا وبنمشي دايما في اتجاه عكس عقارب الساعه يبقى لما بنيجي نحدد الزاويه بنحددها عكس اتجاه عكس عقارب الساعه وقيمتها دبل بالنسبه لقيمه سيتا اللي هي موجوده في المعادلات الترانسفورميشن ايكويشنز. هنشرح في السلايد ديت ازاي نرسم دايره مور لاليمنت اللي قدامنا الموضح اللي مجهد بسيجما اكس وسيجما واي وتاو اكس واي في الاتجاهين المتعامدين. عندي الجانب A وعندي الجانب B اللي موضحين على العنصر. طيب هنعمل ايه الاول؟ هناخد محورين متعامدين اللي هو يمثل سيجما X والتاني اللي متعامد عليه يمثل تاو XY. طيب هنحدد الاول من نقطة زيرو اللي هو تقاطع المحورين الرأسيين بنحدد ده نقطة زيرو ناخد منها قيمة سيجما X خلاص ونحدده على المحور نفسه وبعدين سيجما واي وبعدين ننزل نطلع من سيجما اكس ناخد الاتجاه اذا كان الى اسفل بقيمة تاو اكس واي ونطلع من عند سيجما واي برضو تاو اكس واي ادتني مثلثين متعاكسين ومتحدين في الرأس. طيب في الحالة دي تقاطع لو انا وصلت نقطة A بنقطة B اللي نقطة A تمثل زاوية سيتا بتساوي صفر ونقطة B بتساوي زاوية 90 تقاطع الوتر ده هيتقاطع مع المحور بتاع سيجما اكس في نقطة هنسميها دي نقطة C اللي هي مركز الدايرة وبعدين نفتح البرجل بفتحة تساوي CB أو CA ونرسم الدايرة المسافة ما بين الزيرو والسي بنسميها سيجما أفريج اللي هي سيجما إكس سيجما واي على 2 والآر بتاعتي هي الجذر التربيعي للفرق بين أنا عندي مثلث اللي هو الوتر بتاعه R
اقدر احسب الار هو الجذر التربيعي للضلع الافقي والضلع الراسي مجموعهم طبعا يعني، وبالتالي هي هيساوي الجذر التربيعي لسيجما اكس ناقص سيجما واي، لان المسافه ديت سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2، وكل تربيع زائد تاو اكس واي اللي هو الضلع الراسي اللي هو تاو اكس واي تربيع، يبقى ده الرادياس بتاع دايره مور. يبقى دايره الرادياس على دايره مور بتساوي ايه؟ الجذر التربيعي لسيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 كل تربيع زائد تاو اكس واي تربيع، ده الرادياس. والسيجما افريج اللي هي سي اللي هي عباره عن سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 اللي هي المسافه، تمثل بالمسافه من او الى سي. طب احنا قلنا طبعا عشان بنجدد التذكره ان السيتا في دايره مور جوه دايره مور بتمثل باتنين سيتا، ودي الست خطوات بتاعه رسم دايره مور، بدءا من رسم المحورين المتعامدين وبدءا من تحديد سيجما اكس وسيجما واي عشان نحدد وناخد تاو اكس واي فوق تاو اكس واي تحت، وتقاطع الخط الواصل بين الوترين دول هيحدد لي نقطة سي اللي هركز فيها، وافتح البرجل بقيمة الراديوس وارسم الدايرة. فبالتالي وانا عندي نقطة A تمثل سيتا 0 ونقطة B تمثل سيتا بتساوي 90 درجة، وبالتالي اقدر احدد انا الرسم سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 هي سيجما افريج اللي هي المسافة ما بين او و سي، وتاو اكس واي تربيع زائد السيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 تربيع كله تحت الجذر يديني الرادياس بتاع الدايرة، وبالتالي قدرت ارسم دايرة مور بكل سهولة، واقدر احدد البرنسبل ستريسز والماكسيمم شير ستريس والمينيمم شير ستريس. الستريسز اون ان انكلايند اليمنت، لو انا عندي دايرة مور وهنقيس جواها زاوية سيتا باتنين سيتا في اتجاه عكس عقارب الساعة، فلو انا عندي الراديوس سي اي عشان البوينت اي قيمتها الزاوية عندها زيرو واعتبرتها ريفرنس بالنسبة لي، لو انا دورت الاليمنت بزاوية سيتا اللي هي هيبقى جوه الدايرة باتنين سيتا واستبدلت A بقت D، واستبدلت نقطة B بالنقطة E، هتلاقي ان قيمة الزاوية بقت عند B اللي هي عند E الجديدة بقت 2 سيتا زائد 180 درجة اللي هي اصلا سيتا زائد 90، وبالتالي انا اقدر ارسم عند اي زاويه جوه دايره مور، ودي بنشوفها في السلايد اللي جاي. لو انا عاوز احدد قيمه الستريسز عند اليمنت مايل بزاويه سيتا زي الشكل اللي قدامنا، عندي انا الجنب اي وجنب دي والزاويه بينهم اصلا 90 درجه، فكاني انا دورت الاليمنت اللي فوق ده دورته بقيمه سيتا. عشان احدده على احدد الاجهادات داخل دايره مور بحسب سيتا ب2 سيتا، فبنقل اي بدل ما هي بصفر لا بقت دي، وبقت الزاويه اللي بتميل بيها 2 سيتا، وحددت نقطه دي. لو خدت انا خط يمر بالسنتر بتاع الدايره هيديني المفروض قيمه اي اللي هي اي عموديه زائد 90 يعني 0 زائد 90 او سيتا زائد 90 يعني سيتا زائد 90 جوه الدايره. لو انا مشيت من عند الخط بتاع اي بي ومشيت بيها كزاويه هتلاقي الزاويه بقت 2 سيتا زائد 180 درجه، ليه؟ السيتا بقت 2 سيتا وال90 بقت
وتمانين عشان هي جوه الدائرة بتبقى دبل. فالقيمة بتاعت الإجهاد أقدر أحددها فعلا من عند E وعند D. بقت قيمة الستريس عند D أقدر أحسبها وعند E أقدر أحسبها، اللي هي قيمة الإجهاد لما أنا لففت الإليمنت بزاوية سيتا. هنا نخلي بالنا دايرة مور آخر حدودها من ناحية اليمين نسميها سيجما 1 اللي هو ماكسيمم برينسيبال ستريس، وآخر حدودها من الناحية الشمال المينيمم برينسيبال ستريس اللي هي سيجما 2. فلو ميلنا نقطة A يعني لفينا الإليمنت بزاوية قيمتها سيتا بي 1 فهتبقى 2 سيتا بي 1، ولما لو النقطة المقابلة ليها هتبقى 2 سيتا بي 2. الماكسيمم شير ستريس هي آخر حدود الدائرة في اتجاه الرأسي، والمينيمم برضو هي آخر حدود الدائرة في اتجاه الرأس، دي فوق ودي تحت. يعني حدود الدائرة في الاتجاه الرأسي وفوق وتحت هي الماكسيمم والمينيمم، والدول بيبقوا متساويين الماكسيمم زائد المينيمم، بس الاتجاه بتاعها هي اللي مختلف، دي بالموجب ودي بالسالب. هناخد اكزامبل على حساب الستريسز البرنسبل ستريسز والماكسيمم شير باستخدام دائرة مور. فبيقول لك ذا ستيت اوف بلين ستريس، بلين ستريس يعني بتستخدم سيجما اكس وسيجما واي بس، مفيش في البعد الثالث يعني. ات اي بوينت از ريبريزنتد باي ستريس اليمنت بيلو، فانا عندي الاليمنت اهو وعليه سيجما تنشن 50 ميجا باسكال وسيجما كومبريشن 80 ميجا باسكال، وعليه تاو اكس واي في الاتجاهين 25 ميجا باسكال. فبيقول لي draw the Mohr circle وdetermine the principal stress and maximum shear stress and draw corresponding stress element. طيب انا عشان ارسم دائرة مور اولا فبعمل محورين سيجما اكس سيجما واي، سيجما في اتجاه الافقي والتاو في اتجاه الراسي. هنحدد قيمة سيجما اكس، سيجما اكس في الحقيقة هي كومبريشن يعني في اتجاه ماينس في اتجاه بعد زيرو على الشمال، وبنحددها قيمتها كام 80، فبنحدد 10 20 30 40 لغاية 80. يبقى انا حددت سيجما اكس وبعدين سيجما واي تنشن ففي اتجاه اليمين بحدد 10 20 30 40 50، وبعدين اشوف الاتجاه انزل بقيمة سيجما تاو اكس واي ال 25 من عند بي واطلع بيها من عند الايه. خلاص حددت انا دلوقتي قيمة التاو اكس واي، اوصل ما بين نقطة B ونقطة A، هتقطع لي المحور الافقي في نقطة، النقطة دي هو سنتر الدايرة او مفتح البلجل، وفتحة تساوي نقطة C من نقطة C الى A، وارسم الدايرة. رسمت الدايرة، اقصى حدود الدايرة في الناحية اليمين هي سيجما 1، واقصى الدايرة حدود الدايرة من ناحية الشمال هي سيجما 2. ارتفاع الدايرة من الريديوس يعني فوق وتحت هو السيجما ماكسيمم والسيجما مينيمم. يبقى انا حددت ورسمت، لما رسمت جرافيكالي كده طلع عندي سيجما 1 بيساوي 54.6 ميجا باسكال، وسيجما 2 ماينس 84.6 ميجا باسكال. التاو ماكسيمم اللي هو الريديوس بتاع الدايرة 69.6 ميجا باسكال، والسنتر بتاع الدايرة هو ناقص 15 ميجا باسكال من الزيرو طبعا. وبالتالي قدرت احسب بكل سهولة
كل اللي مطلوب مني باستخدام دايرة مور. طيب انا عاوز احسب قيمة الدايركشن بتاع البرنسبال ستريس، فانا عندي الخط AB يميل من سيجما 2 زاوية اسمها 2 سيتا 2، ولو استها 2 سيتا 2 فلاقيها 21 درجة، ولو لفيت انا من عند النقطة A ولفيت لغاية ما وصلت لغاية سيجما 2 يعني عن سيجما 2 لغاية سيجما 1 لفيت بالزاوية دي كده هسميها 2 سيتا 1. 2 سيتا 1 لان خلي بالك انا ماشي في اتجاه عكس عقارب الساعة، 2 سيتا 1 هلاقي 2 سيتا 1 هي عبارة عن 21 زائد 180 درجة يعني هتساوي 201 درجة، يبقى دي جوه دايرة مور. فكأن سيتا 1 بتساوي 100.5 درجة وسيتا 2 هي 10.5 درجة، وطبعا لو حبيت ارسم الاليمنت تاني هميله ب 10.5 درجة والمتعامد عليه هيبقى 100.5 درجة. وقيمة البرنسبل قيمة سيجما اكس 1 وسيجما اكس 2 سيجما واي هتبقى 84.6 و 54.6. دي طريقة حساب الدايركشن بتاعة البرنسبل ستريسز وقيمة البرنسبل ستريسز على زاوية تميل بقيمة سيتا اللي احنا حسبناها دلوقتي. هنا في السلايد ديت هنحسب زاوية الشير الماكسيمم والمينيمم، فأنا عندي الدايرة مور اللي قدامي وعندي الديانتر اي بي ومستوى القص هيميل بكم بعد ايه هنقيس. أنا عندي من المستوى A هناخد اللي هو الديامتر AB هناخد منه لغاية المينيمم شير فهنسميها 2 سيتا S مينيمم، وأنا عندي 2 سيتا أصلا بتساوي 21 درجة حاسبينها قبل كده، ف 2 سيتا S مينيمم بتساوي الناقص 90 ناقص 21 اللي احنا حاسبينها قبل كده اللي هي 2 سيتا 2 هيطلع ناقص 69 درجة، يبقى الاتنين سيتا اس مينيمم 69. طب يبقى سيتا اس مينيمم بيساوي كام؟ ناقص 34.5 درجة. طبعا ناقص ليه؟ لان ماشيين في اتجاه عقارب الساعة. طيب بالنسبة للسيتا ماكسيمم هناخد برضو من عند الديامتر اي بي هناخد ونمشي في عكس اتجاه عقارب الساعة، انا ماشي الناحية دي لغاية ما بوصل للتاو ماكسيمم، فيبقى 2 سيتا اس ماكسيمم دي اللي هي انا عايزها. عندي 2 سيتا اصلا ال 2 سيتا 2 دي بتساوي 21، طيب يبقى 21 ويضاف عليها 90 فهيبقى 111 درجه. طب سيتا اس ماكسيمم لوحدها هيبقى نص ال 111 يعني 55.5 درجه، يبقى كان السيتا ماكسيمم سيتا شير ماكسيمم بيساوي 55.5 درجه والسيتا شير مينيمم ناقص 34.5 درجة، فبنلفف الاليمنت عندي بالزوايا اللي موجودة في الاليمنت على الشمال فهتلاقيها عاملين 55.5 وناقص 34.5، ده الماكسيمم والمينيمم شير دايركشن. في عندنا هنا سولفد اكزامبل، الاكزامبل بيقول ايه؟ ذا ستيت اوف بلين ستريس. بلين ستريس يعني له اجهاد في تو دايركشنز بس اكس واي ات اي بوينت از ريبريزنتد باي ذا ستريس اليمنت بيلو، فانا عندي اليمنت عليه
اجهاد شد بقيمة 50 ميجا باسكال في اتجاه واي، واجهاد ضغط قيمته 80 ميجا باسكال في اتجاه اكس، وعندي شير ستريس تاو اكس واي ب 25 ميجا باسكال. فالمطلوب ايجاد الاستريسز عند على الوقع الاليمنت عند زاويه تميل ب 30 درجه كلوكوايز اند درو ذا كورسبوندينج ستريس اليمنتس. انا مش هشرح الحل، الحل مشروح قدامك، عايزك تحاول تحله بنفسك بدون ما تبص للحل علشان تقدر انت تشوف هل انت هتقدر توجد المطلوب ولا لا من غير ما تشوف الحل. انما السيتا هتطلع بنقص 30 درجة كزاوية، وهيطلع قيمة الاجهاد اللي هو اكس سيجما اكس هيبقى 25.8 ميجا باسكال، والسيجما واي هيطلع 4.15 ميجا باسكال، وزاوية الميل هتكون على ناقص 30 درجة. ده الريزلت بتاعتنا. انت هترسم دايرة مور وهتحسب الزوايا وهتحسب قيمة الاستريسز على درجة 30 درجة كلوكوايز. احنا كنا لما بنرسم دايرة مور في البلين استريس كان عندي الماكسيمم والمينيمم برينسيبال ستريس اللي هي سيجما 1 وسيجما 2 اللي هي اقصى حدود الدايره على اليمين واقصى حدود الدايره على الشمال، ونسينا ان احنا ممكن نحمل الاليمنت بتاعنا في 3 دايركشنز في اتجاه اكس واتجاه واي واتجاه زد. ففي البلين ستريس سيجما زد بيساوي 0، يعني البرينسيبال ستريس الثالث بقيمته 0، يبقى انا عندي سيجما 1 وسيجما 2 والثالث بزيرو. طيب لو اعتبرنا احنا السيجما 1 اللي هو البرنسبل ستريس اللي هو قيمته 54.6، واعتبرنا سيجما 2 بقى المره دي الثالثه اعتبرناها بصفر، والسيجما 3 اعتبرناها بماينس 84.6. فهيبقى وجيت ارسم الدايره، اول دايره هرسمها اللي هي الدايره الكبيره ما بين سيجما 1 وسيجما 3، تاني دايرة ما بين سيجما 1 وسيجما 2 اللي هي الدايرة الصغيرة اللي على اليمين، تالت دايرة اللي هي ما بين سيجما 2 وسيجما 3 اللي هي الدايرة الأكبر شوية على الشمال. يبقى أنا عندي هنا برينسيبال ستريسز ثلاثة ما بين سيجما 1 وسيجما 3 وما بين سيجما 1 وسيجما 2 وما بين سيجما 2 وسيجما 3. دي يبقى البرينسيبال ستريس في 3 دايركشنز. الحالة اللي شرحناها في السلايد اللي فات بنمثلها هنا اهو، سيجما 1 اللي هو في اتجاه اكس، وسيجما 3 اللي في اتجاه واي، وسيجما 2 بزيرو. فبرضو عندنا الدائره الكبيره ما بين سيجما 1 وسيجما 3، والدائره الصغيره ما بين سيجما 1 وسيجما 2، والدائره الاكبر شويه ما بين سيجما 2 وسيجما 3، ودي متمثله بالاليمنتس اللي على اليسار، وبيوريك قيم الاجهاد في اتجاه اكس واتجاه واي سيجما 1 وسيجما 3 كل واحده لوحدها، وبعدين الاثنين المتجمعين مع بعض. انا عندي الستريس اليمنت اللي موجود قدامنا مجهد باجهادات في اتجاه اكس بقيمه سيجما اكس، وفي اتجاه واي بقيمه سيجما واي، وتاو اكس واي وتاو واي اكس. طيب علشان اعتبرنا هنا ان هي بلين ستريس يعني الاجهاد الثالث بزيرو، فاعتبرنا سيجما 3 هي اللي بزيرو، وحسبنا سيجما 1 وسيجما 2 اللي هي البرنسبل ستريس 1 و 2. طب 3 هتبقى ايه؟ لو حسبنا 3 هتلاقيها هي اللي بين 2 و 3، طبعا هي 3 بزيرو. طيب الماكسيمم شير في الحاله دي مش هيبقى هي الريديوس بتاع الدايره الصغيره، لا ده هيبقى الريديوس بتاع الدايره الكبيره. يبقى التاو ماكسيمم ما بين 1 و2 هتبقى سيجما 1 ناقص سيجما 2 على 2. طيب التاو ماكسيمم ما بين
2 و3 اللي هي الدائره الصغيره هيبقى التاو ماكسيموم هي سيجما 2 ناقص سيجما 3 على 2. طيب سيجما 3 بزيرو، لو عوضنا ان هي بزيرو هتبقى عباره عن سيجما 2 على 2، يبقى التاو ماكسيموم ما بين 2 و3 هي سيجما 2 على 2. طب اوفرول ماكسيموم بقى، التاو ماكسيموم ما بين 1 و3 هي سيجما 1 ناقص سيجما 3 على 2. طب ما 3 بزيرو يبقى سيجما 1 على 2. يعني اذا انا عندي هنا قدرت امثل دايره مور كانها في 3 دايمنشن، بس لما حطيت وعوضت بقيمه الاجهاد الثالث بقت في البلين ستريس عادي كانها في اجهادين، وهي نص السيجما 1 ده الماكسيمم شير، والتاو ماكسيمم برضو النص السيجما 2 هي نفس البلين ستريس. في حاجه اسمها الستريس سنسور. في الحقيقه الستريس سنسور دي هي بتمثل العلاقه ما بين النورمال ستريس والشير ستريس في 3 دايمنشن. طيب هنعملها ازاي؟ احنا عندنا اليمنت اهو على اليسار، المكعب اللي قدامي مجهد بسيجما اكس سيجما واي سيجما زد وتاو اكس واي وتاو اكس زد وتاو واي اكس وتاو واي زد وتاو زد اكس وتاو زد واي. طيب هنعمل الماتريكس اللي قدامنا ب الدياجونال بتاعه هي قيمه سيجما اكس وسيجما واي وسيجما زد، يعني النورمال ستريس هي الدياجونال. اما اللي مش دياجونال بقيه الماتريكس هي التاو اكس واي والتاو واي زد والتاو واي اكس والتاو واي زد وتاو زد اكس والتاو زد واي. طيب يعني انا اقدر اعمل الدياجونال بس سيجما اكس اكس وسيجما واي واي وسيجما زد زد، والباقي هيبقى ايه الشير ستريس اليمنت، وكلهم متساويين، يعني تاو زد اكس يساوي تاو واي اكس يساوي تاو اكس زد وهكذا. طيب يعني انا كان عندي ماتريكس 3 في 3 ودي بنسميها الستريس تنسور. علشان نحسب البرنسبل ستريس في الماتريكس، فانا عندي السيجما اكس اكس بيستبدل بسيجما 1 وسيجما واي واي مستبدل بسيجما 2 وسيجما زد زد مستبدل بسيجما 3. طيب والشير ستريس بزيرو، بنعتبره بزيرو، فكان الماتريكس اصبحت على الناحيه اليمين بقت الدياجونال بتاعها سيجما 1 وسيجما 2 وسيجما 3 وبقيه الاليمنتس بزيرو. احنا هناخد اكزامبل دلوقتي على الستيت اوف بلين ستريس at a point represented by the stress element below. المطلوب نوجد البرنسبل ستريس. طيب انا عندي الاليمنت ده مجهد باجهاد ضغط 80 ميجا باسكال في اتجاه اكس واتجاه شد في اتجاه واي قيمته 150 ميجا باسكال، والشير في الاتجاهين تاو اكس واي وتاو واي اكس بقيمه 25 ميجا باسكال. طب عشان اعمل الماتريكس بتاعتي انا عندي في اتجاهين بلين ستريس، فهتبقى في الدياجونال سيجما اكس سيجما واي بس، وقيمه التاو اكس واي بتساوي التاو واي اكس اللي هو ال 25، وبما انها في اتجاه عقارب الساعه اللي هي تاو اكس واي فهتبقى ناقص 25، والثانيه برضه ناقص 25، احنا بنساويها تاو واي اكس لانها متساويه. طيب احنا المفروض بنوجد للماتريكس دي حاجه اسمها ايجن فاليوز. نفتكر ان فكره الايجن فاليوز اللي بنرمز لها برمز لامدا، وبنقول ان A في R بيساوي لامدا في R، حيث الـ A هي الماتريكس والـ R هي الفيكتور. طيب قيمه اللامدا دي احنا عايزين نجيبها في الحقيقه. طيب تعال نشوف في قيمه A في R لما يساوي لامدا في R. لو حولنا لامدا في R الناحية اللي على اليسار هتبقى بالسالب، فيبقى A في R ناقص لامدا في R بيساوي 0،
او ايه لو خدت ار ده مشترك وطلعته بره هيبقى ايه ناقص لامدا في اي اي دي اللي هي ايدنتيتي ماتريكس يعني الواحد ماتريكس قيمتها واحد. طيب عشان الايكويشن الحقيقيه بقى قدامنا قدامي الاول حاجه اللي هي القوس اللي ايه ناقص لامدا في اي مضروبه في ار بيساوي 0 فيا اما الار هي اللي بتساوي 0 يا اما الاي ناقص لامدا في اي هي اللي بتساوي 0 والمطلوب طبعا قيمتين اللي هما لسيجما 1 وسيجما 2 لما هنجيبهم كايجن فاليوز اللي هي لامدا 1 ولامدا 2 دي بيسموها كاركترستيك ايكويشن. طيب هنشوف الكلام ده حله في السلايد اللي جايه دلوقتي حالا ان شاء الله. لو حسبنا الديتيرمنت بتاع الماتريكس وعوضنا جنب قيمة الإجهاد سيجما X وسيجما Y بناقص لامدا فبقى عندي ناقص لامدا ناقص 80 ناقص لامدا ده دياجونال و50 ناقص لامدا طبعا ناقص 80 عشان كومبريشن وال50 عشان بالموجب عشان تنشن والشير عشان في اتجاه عقارب الساعة فهو بسالب ناقص 25 وناقص 25 لو جبنا قيمة الديتيرمنت وسويناها بالصفر هتطلع معادلة عندي من الدرجة الثانية لامدا سكوير زائد 30 لامدا ناقص 4625 بيساوي 0 هنحل المعادلة دي بحيث نجيب لامدا 1 ولامدا 2 فهنلاقي ان البرنسبل ستريس ناقص 84.6 ميجا باسكال وسيجما 2 اللي هي لامدا 2 بتساوي 54.6 ميجا باسكال واحنا زي المحلين قبل كده وجبنا قيم بي 1 وبي 2 عن طريق دايره مور. ناخد اكسرسايز المفروض بنحله وبنحله مع المعيد في سيكشن. اول اكسرسايز هو في اليمنت في البلين ستريس اللي هو مرسوم قدامك مجهد بإجهادين شد في اتجاه X ب 40 ميجا باسكال وفي اتجاه Y 80 ميجا باسكال واتجاه الشير قيمته 30 ميجا باسكال وفي اتجاه عقارب الساعة. المفروض ترسم دائرة مور تحسب البرنسبل ستريسز والماكسيمم شير ستريس وترسم الكورسبوندنج ستريس إليمنتس ازاي يعني هيكون لف بزاوية قد ايه. نفس الاكسرسايز الثاني هو اكسرسايز زي الاولاني خالص المطلوب ان احنا في البلين ستريس نرسم دائرة مور برضو هنا مجهد بقيمة ضغط 30 في اتجاه واي ومجهد ب الجهاد أس 25 ميجا باسكال بس هنا عكس عقارب الساعة وقيمة الجهاد 50 ميجا باسكال لو في اتجاه المرة دي الإليمنت عندي مجهد باتجاه في اتجاه إكس ب 20 ميجا باسكال ضغط وضغط برضو في اتجاه واي ب 70 ميجا باسكال واتجاه الشير 40 ميجا باسكال في اتجاه عقارب الساعة نفس المطاليب بتاعت الاكسرسايز 1 والاكسرسايز 2 بس على زاوية 30 درجة. في الاكسرسايز ده في الحقيقة هنستخدم الستريس سنسور في البلين ستريس ونجيب الايجن فاليوز ومنها نقدر نجيب البرنسبل ستريس بالطريقة اللي هي فيها لامدا زي ما شرحنا قبل كده ودي سهله جدا انك انت تقدر تحلها لما تبص للاكزامبل اللي اتحل قدامك. شكرا لحسن متابعتكم واتمنى الاكسرسايز دي تتحل وفي السكشن وانت تحاول تحلها قبل ما تروح السكشن من خلال دخولك على المحاضره والاستماع للشرح. الشرح وافي وان شاء الله تكون مستوعبه. لو اي حاجه ابقى اسال معيد هيجاوبك عليها على طول.
شكرا والسلام عليكم، وإلى اللقاء في محاضرات قادمة معكم الدكتور محمد عمر هندي.